أفكار جديدة لمشاريع يدوية صغيرة من شموع وخشبيات وإكسسوارات، إضافة إلى منتجات أخرى مثل الملابس والقرطاسية، عم يقدمها بازار أفكار بدورته الثامنة المقام في محافظة حمص بأسعار مخفضة عن السوق وبعروضات متنوعة. دائماً عنا مشتركين جدد، أي شيء بتحتاجه العيلة موجود بالبازار، يعني البازار شامل أي شيء بتحتاجه العيلة. هلأ فكرة البازار انطلقت من السيدات القاعدين ببيوتها، يعني احنا صرنا نشوف كتير في سيدات عم تشتغل ببيتها، إن كان أكل، إن كان كروشيه، سنارة، صوف، دائماً عم يشتغلوا، فقلنا نلاقي لهم مكان يصيروا يفردوا المنتجات فيه. فكان الهدف منه أنه إيجاد مكان أو منصة لفرد المنتجات، وهالشيء كتير كتير لا أقبل، لأنه هلأ ما أي حدا بيقدر يعني يستأجر محل، وكلهم عم يشتغلوا، في عالم عم تشغل حتى صفحات أونلاين، فهو عم يكون الحل الأنسب لأنه يفردوا منتجاتهم ويسوقوا للمنتجات. والله كتير حلو، يعني هيك جمعية العالم الأغراض، كتير في شغل بالإيد يدوي، كتير في شغلات حلوة، شجعتنا كتير واشترينا اشترينا حلويات. هلا كانت كتير أسعار منافسة عن برا، وحتى الأسعار بشكل عام كتير بالمجمل منافسة وحلوة كتير، ايه، والبازار كتير جذاب وحلو يعني. ايه أنا عجبني الهاند ميد كتير، إنه الشغل على الإيد، كتير تعبانين يعني الصبايا، يعطيهم ألف عافية. مو بس منتجات، اللي عنده أي موهبة نحنا مع إنه ندعمه، خصوصا نحنا بسوريا كتير عنا ناس يعني وشباب عندها مواهب، يعني خصوصا هاي المعرض شجعهم انه نشوف شغلهم. الهدف من البازار دعم بعض الجمعيات الخيرية المشاركة مثل جمعية رعاية السرطان وجمعية الإنشاءات الخيرية وجمعية صامدون التي تعنى بأبناء الشهداء والجرحى، والعديد من الأعمال اليدوية ودعم الخبرات الشبابية، وليكون طريقة لتسويق أفكارهم ومنتجاتهم. اليوم شاركتنا بالبازار لنضوي على فئة من الناس اللي هن زوجات الجرحى وذوي الشهداء، الأعمال كلها شغلون، نحن شاركنا بالبازار لحتى نضوي عليهم ونبين شغلون. الهدف الجمعي هو هدف إنساني بحت، إنه لحتى هن نساعدهم لحتى يكملوا بالحياة. المنتجات كلها هاند ميد، كلها شغل إيد، طبعا هني منتجات يدوية، نحن عم نضوي عليهم ونساعدهم لحتى يوصلوا، لحتى انه هم ينتجوا ويعيشوا من وراء انتاجهم. اول شيء هدف الجمعية هو انه تصير في عمليات تبرعات، ونحن بنشد العالم انه يعني ما هم منتبهين لهذا الشيء، بنشدهم انه ينتبهوا في مرضى السرطان بحاجة، ومشجعهم انه يساعدوهم، ممكن بطريقة انه نبيع شيء، ممكن بطريقة ثانية انه نحط لهم صندوق نلفت نظر. حالة من الألفة طغت على جو البازار يلي كان كخلية النحل، كل شخص عم يعرض مشاريعه الصغيرة ويحاول ينميها من خلال الاستفادة من كل الأفكار والتجارب.